بسم الله الرحمن الرحيم. أولا كل سنة وحضراتكم طيبين. النهاردة الحقيقة أنا بسعد بافتتاح معرض أهلا رمضان في القاهرة بتواجد طبعا معالي الوزراء، زملائي الوزراء، وزير التموين ووزير التجارة والصناعة وأيضا محافظ القاهرة واتحاد الغرف التجارية. واسمحوا لي طبعا يعني في البداية طبعا إن أنا الحقيقة أعبر عن شكري وسعادتي لكل الشركات اللي بتعرض النهاردة، لأن الحقيقة أنا راجعت بنفسي الأسعار والأسعار تأكدت إن الحمد لله الأسعار يعني في تخفيضات كبيرة جدا جدا جدا. النهاردة الحقيقة إحنا عندنا يعني المعرض ده على مساحة 12,000 متر، في أكتر من 165 شركة بتعرض السلع بأسعار زي ما قلت في متناول كل المواطنين. ويمكن الحقيقة أنا براجع مع معالي الوزراء واتحاد الغرف حجم المنافذ اللي إن شاء الله هتكون متاحة للمواطنين على مستوى الجمهورية، وهتقترب من 8,000 منفذ يعني قبل بداية شهر رمضان إن شاء الله، وكلها بتعرض الأسعار والسلع بنفس الأرقام اللي احنا بنشوفها جوه. ويمكن يعني امبارح طبعا لما حضراتكم يعني كنا متشرفين بوجود فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاحتفال بيوم المرأة المصرية، وأكد سيادته على ان الحمد لله الدولة المصرية لديها مخزون كافي من السلع اللي يكفينا ان احنا نتحرك ونتيح السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة دي. ويمكن توجيهات سيادته مش فقط ان احنا نكتفي بشهر رمضان، ولكن توجيهاته ان احنا كمان نستمر بعد شهر رمضان لفترة كمان كافية علشان نقدر ان احنا نساعد المواطن في تحمل الاعباء في هذه الفترة. والحقيقة يمكن يعني امبارح فخامة الرئيس في كلمته كان بيؤكد على ان ازاي الدولة المصرية الحمد لله كانت قادرة بالتخطيط الجيد انها والتخطيط السليم وانها تكون احتياطيات كافية من السلع، وهو ده اللي الحمد لله مكننا النهاردة مع هذه الأزمة العالمية الغير مسبوقة يعني ان احنا نكون قادرين على استيعاب هذه الأزمة ونتحرك ولدينا الرصيد الكافي من السلع اللي هو يؤمننا لشهور قادمة ان شاء الله. وده يمكن نقطة مهمة جدا انا حابب ان انا اوجه كلامي للمواطنين. احنا الحقيقة كحكومة دائما بنحط تخطيطنا على المدى البعيد. انا مش عايز ان انا النهاردة في هذه الأزمة اللي محدش عارف ملامحها ولا متى ستنتهي، والنهاردة كل العالم يعني اي كلام على هذه الأزمة والمدى الزمني لانتهائها هي مجرد تخمينات، وبالتالي احنا كحكومة وانا بقولها بمنتهى الشفافية لازم دايما نخطط تحركاتنا على السيناريو اللي نقدر نقول عليه السيناريو المتشائم، وهو استمرار وطول امد هذا النزاع عشان الدولة تبقى قادرة دائما على الصمود والبقاء في فترة طويلة. فعشان كده يمكن كان اكيد لما حضراتكم سمعتوا ان احنا حتى يعني بعد ما كنا اعدينا الموازنة قبل الازمة الروسية والاوكرانية على اساس الظروف الطبيعية رجعنا الموازنة مرة اخرى، واتعملت الموازنة بطريقة اكثر تحوطا، وتوجيهات سيادة الرئيس ايضا ان احنا نطيح احتياطي كبير وصل الى 130 مليار جنيه عشان بقدر الامكان هذا الاحتياطي يوجه في الغالب لاستيعاب الجزء الاكبر من الصدمات اللي هي ممكن تحصل فيما يخص الاسعار، بحيث لما بنمرر جزء للمواطن بيبقى الجزء اليسير. ودي نقطة مهمة جدا لازم كلنا نبقى فاهمينها، ان الحمد لله الدولة المصرية حتى مع بعض الزيادات الاسعار اللي بتحصل ما زال هذا الرقم يعني يعتبر يسير جنبا للي بيحصل في كل دول العالم. دول العالم كلها بدون استثناء، وانا بخص هنا الدول المتقدمة، الزيادات اللي بتحصل بتمرر بالكامل على المواطن. ممكن يبقى المواطن عندنا يقول لا ما هو مرتباتهم هناك اعلى، لكن نتخيل لو ان النهاردة كانت تكلفة المعيشة بمية فجأة بقت على المواطن بالضعف، فأكيد كل المواطنين هيبقى بيعانوا مهما كان مستوى دخلهم. لكن احنا بقدر الامكان والحمد لله كدولة مصرية دايما واخدين بعد الحماية الاجتماعية في اعتبارنا، ودايما واخدين ان احنا بقدر الامكان الدولة تمتص جزء من هذه الصدمات، ويبقى في جزء لازم طبعا ان احنا نديه للمواطن، لان لا يمكن كدولة مهما كانت امكانياتها انها تشيل كل التكلفة، لان ده على المدى المتوسط ممكن ان هو يؤدي الى مشاكل كبيرة جدا مالية واقتصادية. واحنا يمكن الحمد لله مصر حققت يعني مكاسب كبيرة جدا من برنامج الاصلاح الاقتصادي،
وتاني بستعير الكلمة اللي قالها فخامة الرئيس امبارح ان لولا هذا البرنامج ونجاحه والدولة المصرية قدرت انها تقف على رجليها وعدينا ازمة كورونا، ده برضو اللي مخلينا النهاردة الحمد لله قادرين ان احنا نصمد ونستمر في عملية التنمية. في تأثير سلبي؟ بالتأكيد في تأثير سلبي زي كل دول العالم، وعشان كده ان احنا بنتحسب هذا الموضوع وان احنا دايما حاطين نصب اعيننا انا عايز احافظ على مكاسب الاصلاح الاقتصادي اللي حصلت وتفضل الدولة المصرية ماشية بالمعدلات النمو الايجابي اللي هو كانت بتحصل. احنا كان يمكن الخبر اللي نزل امبارح عن ان الدولة المصرية في تواصل مع صندوق النقد الاجتماعي صندوق النقد الدولي على ان احنا نعمل برنامج جديد. وعايز هنا يمكن اقول لحضراتكم حاجة مهمة جدا، احنا علاقتنا مع الصندوق طبعا بدأت من 2016 لغاية يونيو الماضي في برنامجين، البرنامج الاول اللي هو البرنامج الاساسي اللي كان الاصلاح الاقتصادي واللي خلص 2019، ثم رجعنا تاني في ظل جائحة كورونا عملنا تاني برنامج اخر من يونيو 2020 الى يونيو 21 عشان بنحفظ دايما ونحافظ على استقرار النمو بتاعنا. لان ميزة البرامج اللي بتبقى مع صندوق النقد الدولي ان الحقيقة الصندوق كمؤسسة عالمية العالم كله بينظر اليها وبيثق فيها، لما بيبقى في تعاون مع هذا الصندوق بيبقى ده شهادة نجاح للاقتصاد المصري. ومصر النهاردة مش بمعزل عن العالم، بالعكس احنا بقينا جزء من العالم والعالم كله مفتوح على بعضه، فلما يبقى كل المؤسسات الدولية بتشيد بالاقتصاد المصري بتبقى دي رسالة ثقة للعالم كله وللمستثمرين الخارجيين ان مصر صامدة وناجحة وماشية في المسار الصحيح. عشان كده يمكن انا عايز اقول نقطة مهمة، احنا من بعد انتهاء البرنامج في يونيو الماضي بدأنا مشاورات مع الصندوق فعلا على ان احنا نعمل برنامج جديد، لان زي ما بقول لحضراتكم في ظل الظروف العالمية دايما من مصلحتنا ان يبقى في برنامج مع الصندوق وتعاون مع الصندوق. والحقيقة لغاية قبل ازمة الحرب الازمة الروسية الاوكرانية احنا كان التوافق مع الصندوق ان هو برنامج دعم فني فقط، ان يبقى البرنامج احنا ما كانش فيه احتياج لاي موارد تمويلية، وبالتالي احنا طلبنا من الصندوق ان يقتصر البرنامج على ان هو يكون دعم فني فقط، ويبقى هدفه كله ان احنا نضمن بالتعاون مع بعض نستمر في تحقيق مستهدفاتنا فيما يخص طبعا عجز الموازنة ونمو الاقتصاد وخلق فرص عمل وتشجيع القطاع الخاص على ان هو ياخد فرص اكتر في عملية التنمية. فكل ده هو نفس محتوى البرنامج. احنا كل اللي حصل طبعا تاني في اطار تخطيطنا وتحسبنا لطول امد النزاع الروسي الاوكراني، يعني طلبنا من الصندوق ان يبقى مع الدعم الفني انه ممكن يكون في احتمال لمكون تمويلي نطلبه وقت ما نحتاجه، علشان لو الظروف لقينا انه قدام محتاجين اي تمويل اضافي يبقى نقدر ان احنا يكون لدينا هذا المكون ايضا في الصندوق في البرنامج. اللي عايز اقوله لان دائما نظرة المواطن البسيط ان لو عملنا برنامج مع الصندوق دي معناها انكم هتحملوا لنا اعباء وهتعملوا لنا مشاكل، بالعكس احنا الحمد لله الفترة البرنامج الاولاني هو اللي خدنا فيه كل الاصلاحات الكبيرة، والبرنامج اللي احنا ماشيين فيه اللي خلص من سنة واللي احنا كمان بنقدم عليه دلوقتي هدفه زي ما بقول لحضراتكم ازاي نحافظ على مكاسبنا واستمرار نجاح الاقتصاد المصري وقدرته على الصمود والاستمرار في النمو. دائما تحدينا الكبير جدا دولة بتزيد عدد سكانها حضراتكم عارفين على الاقل متوسطنا في العشر سنين اللي فاتوا في حدود الاتنين مليون سنويا، يعني معنى كده انا عايز على الاقل مليون فرصة عمل سنويا جديدة. اقتصاد يعني بينمو بحجم كبير، دولة بتنمو بحجم كبير، عبء وتحدي موضوع خلق فرص العمل بيبقى عبء هائل علينا جدا. عشان كده احنا قادرين ان شاء الله في الفترة الجاية ان احنا نستمر، وبطمن كل المواطنين الاقتصاد المصري بخير وهنستمر في خلال هذه الفترة. ودائما زي ما بقول لحضراتكم ده واجبنا كحكومة نضع دايما السيناريو الأسوأ ونخطط ليه ونتحرك على هذا الموضوع، لكن ربنا كرمنا والأمور انتهت والأزمة خلصت بأسرع وقت خلاص بتبقى الأمور بشكلها الطبيعي. عشان كده يمكن أنا كنت حابب إن احنا نتكلم مع حضراتكم في هذا الموضوع ونوضح كل الصورة. ويمكن احنا كنا من يومين ثلاثة كان في مؤتمر آخر عشان نشرح برضو الموقف، وحنستمر في بصورة متوالية إن احنا نشرح لحضراتكم كل الخطوات عشان هدفنا كله إن احنا نطمن المواطنين على نجاح الدولة المصرية واستمرارها والاقتصاد المصري إن هو بخير إن شاء الله. آخر نقطة أنا حابب أقولها،
احنا محتاجين كمواطنين ايضا ان احنا ناخد بالنا في الفترة دي، وده دورنا في موضوع ترشيد الاستهلاك. وحدي بس مثل صغير جدا فيما يخص البترول، احنا من بضعة اشهر كان تمن برميل البترول 60 دولار، مصر بتستورد عشان نبقى عارفين حوالي 100 مليون برميل في السنة. يبقى 100 مليون لما كان تمنهم 8 برميل 60، يبقى كان ده 6 مليار دولار، يعني 500 مليون دولار في الشهر. النهاردة 8 البرميل كام؟ 120. يعني بقينا مطالبين ان احنا نستورد ب 12 مليار دولار، يعني بقى الشهر بدل ما كان نص مليار بقى مليار. ده ضغط كبير جدا على العملة وعلى الدولة. طب احنا بنتحرك عندنا والخطط بتاعتنا وكل حاجة، لكن لو المواطن النهاردة مع بعض ابتدينا نحاول نرشد استهلاكنا، التحركات اللي انا يعني ممكن نقول انها ممكن ما تكونش ضرورية في الانتقال والحركة وكل الكلام ده، بيساعدنا احنا كدولة ايضا ان احنا نرشد الكميات بتاعتنا. انا كل ده بحطه ليه؟ لان زي ما الدولة عمالة تخطط وبنحط تصورنا لغاية اخر السنة، يعني بتكلم لغاية اخر 22 بافتراض ان الازمة دي لا قدر الله ممكن تستمر، لازم المواطن كمان يدرك ويحس بان عظم الازمة العالمية، ويشوف اللي بيحصل في العالم كله وطوابير اللي بتقف على الأماكن المنافذ وعلى حتى محطات البنزين في كل العالم عشان الناس تعرف إنها تاخد المنتجات الأساسية. مرة أخرى يعني كل سنة وحضراتكم طيبين، وإن شاء الله بإذن الله دايما مصر بخير، وإن شاء الله يعني قادرين كدولة كحكومة كقيادة وحكومة وشعب إن احنا نعدي الأزمة العالمية الكبيرة اللي احنا موجودين فيها دي، وبإذن الله دائما مصر إلى الأمام. وشكرا لحضراتكم.